السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ الاخبار يا رب تكونوا بخير. بصوا، انا كان حسام زميلكم قال لي ان هو انتم محتاجين محاضره عن العملي، تمام؟ فاحنا قلنا ان احنا نستغل الوقت النهارده في ان احنا ندردش شويه عن امتحان العملي، وامتحان العملي بيكون ازاي والكلام ده كله. مبدئيا هو احنا النظام بتاعكم جديد، فمحدش لغايه دلوقتي عارف النظام العمل هيبقى عامل ازاي. يعني لسه تقريبا معرفش بقى التوصيات جت من الكليه للصف، بس عموما احنا لسه ما اتبلغناش النظام الامتحان بالظبط هيبقى عامل ازاي. ولكن احنا خلينا نتكلم في فكره هو ايه اللي كان بيحصل قبل كده، وفي الغالب نظام الامتحان مش هيبقى مختلف كتير عن قبل كده، تمام؟ امتحان الكلينيكال، انت مبدئيا عندك تو تايب اوف براكتيكال اكزام. النوع الاولاني عندك حاجه اسمها لونج كيس، والنوع الثاني عندك حاجه اسمها شورت كيس، تمام؟ ايه الفرق بين الاثنين؟ ببساطه اللونج كيس ده انت بتدخل على الحاله، بيبقى عندك ستاف ممتحن، الستاف ده بتدخل على الحاله بيقول لك يا ابني خد كومبليت هيستوري اكزامينشن، وبعد كده اكتب الشيت وتعال. فانت بتدخل يعني معاك بيبقى هتلاقي ورقه ابيض على المكتب، ورقه بلوسكاب ابيض، وجهاز الضغط موجود. انت بقى بتبقى داخل بسماعتك بمازورتك بقلمك، بتقعد بتتكلم مع حالك، بتاخد عدد ربع ساعه او تلت ساعه او نص ساعه حسب كل ممتحن يعني بيقول لك تاخد قد ايه. بتقعد تاخد هيستوري كامل بقى واكزامينشن كامل، وفي النهايه بتوصل لدايجنوزز معين، وهو ده اللي بتبدا تتناقش فيه مع الممتحن. ده اسمها لون كيس. لون كيس ده طبعا درجاتها اكبر، لان هي انت مفترض في اللون كيس ده انت بقى بتعمل اكزامينشن لكل السيستم، وبتاخد هيستوري لكل السيستم، وفي ديسكشن كبير. ده اللون كيس. امال الشورت كيس عباره عن ايه؟ الشورت كيس ده موضوع مختلف، تمام؟ الشورت كيس دي حاجه اسمها بيد سايد اكزامينشن. بيد سايد اكزامينشن من اسمها كده، انت بتدخل لوحدك مش معاك ممتحن، تمام؟ بتقف على الحاله، بمكتوب لك سؤال على الحيطه في ورقه متعلقه، مثلا سي يقول لك كارديك اكزامينشن بس، ابدومينال اكزامينشن بس، جنرال اكزامينشن، نوتريشنال ايفالويشن، اي سؤال معين بيحطه الممتحن. هنقول الامثله الاسئله دي دلوقتي. في الحاله دي انت بس بتجاوب السؤال المكتوب قدامك بس، بتكتبه في الانسر شيت اللي انت معاك، هتلاقي ورقه فلوسكاب برضو مكتوبه موجوده جنب الحاله، بتسجل فيها الداتا بتاعتك، اجابه السؤال اللي هو مطلوب منك، وخلاص. طالما سجلت اجابه السؤال بتتسلم، بتاخد تقريبا في حدود من 7 دقايق ل 8 دقايق، بتخلص الاكزامينشن بتاعك، تكتب انت عملت ايه دي ايه في الاكزامينشن، وبتسلمها للمراقب اللي عليك، المدرس المساعد الموجود معاك. ده شورت كيس او بيت سايد اكزامينشن، تمام؟ طيب انهي اسهل؟ الاسهل طبعا البيت سايد. البيت سايد انت داخل على حاجه محدده قدامك، انت هتعمل مثلا كارد اكزامينشن عين في اس دي، فانت بقى مش هتقعد تدور في حاجه ثانيه. اللون كيس ميزتها ان انت فيه ممتحن، فممكن تعمل ديسكشن، ممكن اي حاجه ناقصاك تظبط تعوضها في الديسكشن وهكذا يعني، تمام؟ فده التو تايب اوف براكتيكال اكزام اللي بيجي. ساعات حالات البيت سايد، ساعات مش اوقات، ساعات زمان كان بيبقى فيه استاف، يعني بيبقى استاف كده قاعد بيقول لك اعمل يا ابني كارد اكزامينشن من الحاله دي، هو شايفك بتعمل كارد اكزامينشن. بس الكلام ده تقريبا وقت الكورونا من 2019 احنا بطلناه، فمش موجود. ممكن ارجع ما اعتقدش. فانت في الغالب هيبقى اما بيت سايد اكزامينشن، ممكن يبقى امتحان في الاثنين على فكره، يعني ممكن في اللجان انتوا درجات كتيره، ممكن يبقى لجنه ميت سايد زي كده ولجنه تاني لون كيس، مفيش مشكله خالص. طيب يبقى انتوا كده عرفتوا الامتحان العملي بيبقى عامل ازاي. انت مطلوب منك ايه في الامتحان العملي؟ مطلوب منك في الامتحان العملي ان انت ازاي تعرف تعمل اكزامينشن، مش مطلوب منك دياجنوزس. خدوا بالكم من ده، ودي النقطه اللي بتحيركم. ليه؟ لان انت دياجنوزس ثق تمام انت هتبقى عارفه، طيب زميلك قالهولك، احنا في الاكزامينشن واحنا بنمر اثناء الطلب اثناء المرور، فبنقول لكم لو ليد ساين كذا حتى يبقى الاكزامينشن ده كذا، دخلت لقيت العين ده انت شفته قبل كده في الراوند فعرفته، فالتشخيص هتعرفه. فما تزنقش نفسك في التشخيص، انت تزنق نفسك في ايه؟ ازاي تعمل اكزامينشن ويستر صح، وازاي تحط الداتا اللي وصلت لها ده في سكيم محترم، تمام كده؟ طيب لما تيجي تتكلم بقى على الاكزامينشن، هناخد سيستم سيستم ونقول ايه الاسئله اللي ممكن تيجي، وانت ازاي تعمل ديسكشن سليم، تمام؟ اول سيستم، اكبر سيستم، وانا سيستم دايما اللي بحب اتكلم فيه بصراحه لانه منظم وواضح، هو الكارديك اكزامينشن، تمام؟ ايه حالات الكارديك؟ احنا قلنا في الامتحان ان او في مرور ان حالات الكارديك بيحصل فيها ايه. احنا عندنا بنقسم العين يا كونجينيتال اكوايرد يا كونجينيتال روماتيك، كونجينيتال سينوتيك فالوت، بوتنشال سينوسيس في في اس دي او نون سيل في في اس دي او بي دي اي، روماتيك ميترال جيرج او اورتيك ستينوسيس، تمام كده؟ اشهر حاجه هو الفي اس دي والميترال جيرج. طيب انت مطلوب منك في الامتحان ايه؟ بيقول لك كارديك اكزامينشن. كارديك اكزامينشن ده او ما تلاقي السوى كارديك اكزامينشن، فانت كده بتترجم في دماغك زي ما احنا اتفقنا كده رول اوف 3، تمام؟ انسبكشن، بالبيشن، اسكولتيشن، فيركشن طبعا اوبسيت في الكارديولوجي. طيب انت كطالب مطلوب منك ايه قبل ما تدخل الامتحان؟ مطلوب منك انت وانت قاعد بتذاكر، تمام،
انت عرفت ان هو في 5 ليجن عندك، خلاص يبقى 5 ليجن كده تبقى انت عارف البي سي دي انسبكشن هشوف في ايه، هشوف في 1 2 3 تمام، بالبيش هشوف ايه، هشوف 1 2 3، اسكتش هسمع ايه، هسمع 1 2 3، يبقى انت جاهز متحضر مش هتدخل تتفاجئ. وانت كده انت تعمل سكيم ده لنفسك، يعني هتلاقي كتب الاسكيمز كلها بتتناقش في كلام كتير، وتقعد يقول لك الكتب العملي كلام كتير كتير كتير، انت مهم ان انت تبقى مركز. انا هدخل الحاله، لقيت الحاله في اس دي يبقى في دماغي هقول 1 2 3 4 وهدور عليهم موجودين ولا لا واكدهم او ان فيه تمام. طيب انا هبعت لكم بعد ما نخلص المحاضره دي، هبعت لكم على التليجرام ملف كلينيكال شيت، فيها كلينيكال شيت اللي هي ايه المكتوب في الفي اس دي والبي دي اي والكلام ده كله، لكن انتوا عايزكم تطلعوا الفايندنج دي من المحاضرات اللي هم خدوها. ليه؟ لان هو في النهايه الممتحن هيبقى يحاسبك على اللي انت خدته في المحاضرات، سواء كان في البيت سايد اكزامينشن او في اللونج كيس. تمام كده؟ طيب نيجي بقى للجزئيه الاساسيه. انا دلوقتي الحاله كانت بيت سايد، فانت هتعمل ايه؟ هتكتب كاردك شيت زي ما قلنا وخلاص، وتسلمه الممتحن مدرس مساعد موجود معاك المراقب والسلام عليكم خلصت. امال بقى لو في لونج كيس، في لونج كيس حالات الفي اس دي في الغالب ما بتنزلش لونج كيس. ليه بقى؟ لان ما فيهاش كلام كتير تمام، لما بنزل قوي بننزلها لونج كيس. طب ايه ممكن ينزل لونج كيس؟ ممكن ينزل روماتيك طبعا، روماتيك فيفر، مايترال جيرش تمام. في الحاله دي انت بتاخد ريستو للام اللي حصل الفيفر بدات امتى، بدا المانيفستيشن بتاعت الهارت فيلير موجوده ولا لا، فانت لازم تعرف المانيفستيشن بتاعت الهارت فيلير فور تشايلد عامله ازاي، وبعد كده ايه الكونسيكونس اوف ايفنت، يعني ايه الاحداث اللي هتتبعت بعد كده، هتحجز المستشفى كم مره لحد ما بدات تريتمنت. هتقول لك والله يا دكتور انا باخد لونج اكتنج من سنن، فتكتب كده ان البيشنت بتاخد انجكشن افري 1 مانث، انجكشن اوفر 15 دايز، ان انت بتوصل ما تقولش للممتحن ان انا بتاخد بنسلين تمام. تيجي بقى في الدياجنوز في الاخر بتكتب روماتيك مايترا ريجيرش كومبليكيتد مثلا هارت فيلير او كومبليكيتد ويست كونجستيف هارت فيلير. طيب الممتحن هيبقى معاك ايه؟ نفس الاسئله مكتوبه في كتاب القسم او نفس الاسئله مكتوبه في المحاضرات، اللي هي الموضوع سيمبلي. احنا قلنا اتفقنا واحنا بنمر ان الممتحن هيسالك في الحاجات بتاعت الاكزامينشن اللي انت بتعملها. يعني ايه؟ يقول لك انت تقول له والله يا فندم انا الميترال جيتش سامع هارش بانس ستيتمنت مع الايبكس. طب ليه يا ابني سامع هارش بانس ستيتمنت مع الايبكس؟ عشان الميترال اريا ده بتعكس اي ليجه موجوده في ميترال فار، بس الاسئله كده. بروجيت تو ليفت اكزيلري، بروجيت تو ليفت اكزيلري ان افكتد البوستيريو لاترال ليفت اوف ميترال فار. طب ليه كومبليكيت هارت فيلير؟ عشان عيان بيقول اثناء هيستوري امه قالت ان عنده مانيفستيشن 1 2 3 4، عنده ديسفيتيكابيلتي، عنده ديفيكالتي، عنده ديزنيا، عنده اورثوبنيا تمام. يبقى انت بتوصف بقى في الكلام ده في الاكزامينشن. طب جيت بقى كده خلصت، طب ايه يا ابني الدياجنوز بتاعك؟ روماتيك ميتال جيج كومبليكيت هارت فيلير. طب تبدا بقى الاسئله النظريه العاديه، طب هو ايه الكرايتيريا في روماتيك فيفر؟ طب ايه البرايمري تريتمنت بتديه؟ بيسموها برايمري بنشن. طب ايه عيان بقى روماتيك هارت ديزيز ايه برايم سكندري فيشن بتديها تمام. طب هتفضل تدي لونج اكتنج بنسلين لحد امتى؟ طب ايه الكوميونيكيشن ممكن تحصل مع روماتيك فيفر؟ فانت تبدا تقول والله منهم الانفكتيف اندوكاردايتس. طب ايه الدياجنوستيك كرايتيريا بتاعت الانفكتيف اندوكاردايتس اللي عندك؟ ايه الانتيبيوتيك هتديه؟ الموضوع سهل جدا، انت بتاخد الموضوع تباعا. فانت زي كده لما تيجي تذاكر الفي سي دي وبعدها ده نظام ذاكره الامتحان العملي. انا اتمنى كان نفسي ان كان حد قال لنا الكلام ده زمان، للاسف بس يعني للاسف زي ما انتم عارفين النظام الدنيا ما فيش ناس كتير بتوضح الموضوع ده. فانت وانت بتذاكر انت دلوقتي مثلا ذاكرت الفي اس دي تمام، في نهايته كده بعد ما تخلص تكتب الشيت اللي هيجي لك في الفي اس دي، تكتب كده من تحت الحاجات البوينت الاساسيه. يعني ايه؟ تعرف امتى الاوبريشن هتتعمل وامتى اعمل الاوبريشن بالتايب بتاع الفي اس دي. فانت كده جاوبت الاسئله تمام. تيجي مثلا في متر ريجيج تحته كده تكتب الاسئله المتوقعه دي اللي هي الاسئله مكتوبه عندك في المحاضره، دياجنوستيك كرايتيريا اوف روماتيك فيفر، كومبليكيشن التريتمنت، دياجنوستيك كرايتيريا اوف انفكتيف اندوكاردايتس. يبقى انت الشيت قدامك وانت بتذاكر للامتحان، انت مش هتقعد تبص في 50 كتاب ولا اي حاجه، انت الشيت خلاص حضرته، بصيت في الاسئله النظري اللي متوقع تيجي في الامتحان اللي هي عباره عن اجابات الاسئله الموجوده عندك في المحاضره. الموضوع ما فيش اسهل منه. خلصنا الكارديك، دخلنا على ايه؟ دخلنا على السيستم التاني الكبير جدا اللي هو ايه؟ اللي هو الشيست، او هو خلينا في الابدومين. الابدومين احلى من حاجات كتير بتيجي. ايه اشهر حاجه بتجيلك في الابدومين؟ الثلاسيميا. ليه؟ بيجيلك هيباتوس بينيوميجالي. طيب ركزوا كده معايا، واسايتس تمام، لو يعني عنده دي ليفر افكشن. طيب إيه, ايه ايه انت فاهم الثلاسيميا دي ممكن تيجي ايه؟ الثلاسيميا دي ممكن تيجي، ركزوا، ممكن تيجي جنرال الثلاسيميا، ممكن تيجي ابدومينال اكزامينشن، ممكن تيجي لونج كيس، ممكن تيجي بيت سايد اكزامينشن. انت هتعمل ايه؟ ولا اي حاجه، الموضوع منتهى السهوله.
دخلت على حاله ثلاسيميا مثلا وشورت، هيبقى تلاقيه كاتب لك ايه ابدومال اكزامينشن، منتهى الهدوء، تبقى مبسوط انت لو دخلت حاله ثلاسيميا وتقول الحمد لله كده على كل حال وشكرا وتحمد ربنا وتسجد سجده شكر في اللجنه، وتبدا بقى تكتب الاكزامينشن بتاعك. عيان ايه ميزه عيان ثلاسيميا؟ ده عيان كبير، هو عارف انه نازل امتحان، هو جاي مفصوح عشان امتحان، فانت هتيجي تعمل ابدومال اكزامينشن والتاني عيان يبكي ولا عياط وكده. كويس، عملت الابدومال اكزامينشن، تكتب بقى من اول انسبكشن جرام بالبربيشن زي ما احنا شرحنا، بيركشن طبعا مهم جدا، والسكتشن ده مش مهم قوي في حاله الابدومين. يبقى في الابدومين تركز عليه اكتر حاجه البربيشن والبيركشن. كتبت كده انت خلصت، تدي الورقه للممتحن وتطلع. جيت اول اللي هو المراقب اللي عليك، جيت بقى في لونكيس ثلاسيميا، تركز قوي ايه الام الهيستوري بدا ازاي بالكلانت برا ترانسفيوجن. طيب الاكزامينشن تاخد بالك من الجنرال اكزامينشن والابدومينال اكزامينشن. طب الاسئله اللي هتسالك ولا حاجه، نفس اسئله النظري المكتوبه عندك في المحاضره. الممتحن هيقول لك يا ابني انت الحاله دي، هتقول يا فندم والله بيتا ثلاسيميا ميجور كومبليكيت ويز ريكرنت بلاد ترانسفيوجن. فيبدا يسالك طب يا ابني ايه انواع الثلاسيميا؟ والله يا فندم عندنا الفا ثلاسيميا وبيتا ثلاسيميا. طيب ايه ثلاسيميا متر الانسب بتاعها بعد سن 6 شهور؟ تمام. يبدا يسالك طب ايه الثلاسيميا، انت العين بياخد بلاد قد ترانسفيوجن قد ايه؟ والله يا فندم كل اسبوعين او كل شهر. ايه الكومبليكيشن بتحصل مع الثلاسيميا؟ تبدا تحكي له بقى ايه الكومبليكيشن بتاعت الثلاسيميا اللي موجوده عندكم في المحاضره. طب ايه التريتمنت بتاعت الكومبليكيشن ايه؟ هو عايزك توصل له ان في حاجه اسمها ايرن كرييتنج ايجنت، اللي هو انت الايرن بيبقى كتير عشان بلاد ترانسفيوجن، فبتضطر تعمل ايرن كرييتنج ايجنت عشان خاطر تقلل الايرن ديبوزيشن ما يحصلش هيموسيدروسيس. بس يعني هو الموضوع كله ببساطة ايه، انت بتترجم اللي انت قلت. فعشان كده انت وانت بتكتب سي الثلاسيميا تكتب كده الثلاسيميا الهيستوري الكونتر ترانسفيوجن، هتشوف جنرال اكزامينشن، هتشوف 1 2 3 4 في جنرال. الكلام السهل الواضح اللي مكتوب الفيس الابر لمب واللور لمب، الحاجات العاديه اللي احنا هنتكلم عليها في جنرال اكزامينشن. ابدون اكزامينشن هي 1 2 3 4، وتاخد بالك وتقول لنفسك خد بالك لو عيان عمل سبينكتومي، فانت في سبينكتومي سكار. طب سبينكتومي سكار ده هتفتح لي باب في اسئله النظري، يقعد يقول لك ايه الانديكيشن بتاعت سبينكتومي في عيان الثلاسيميا. طب وايه الكومبليكيشن ممكن تحصل نتيجه السبينكتومي اللي حصل عند العيان ده؟ ويبدا يقول لك ايه بعد ما العيان ياخد يعمل سبينكتومي، ايه الفاكسين اللي هتديها له؟ كلام نظري بحت سهل جدا جدا جدا. فعشان كده بعد ما خلصت الثلاسيميا الاسئله بتاعت الثلاسيميا تكون مذاكر الدرس كويس. طب ايه الابدومين اكزامينشن ممكن يجي تاني؟ هو اقل في ان هو يجي بس، لكن لازم نذكره. العيان اللي عنده بيرسيستنت نيتر جوندس او عنده ليفر سيلفيليا ليفر سيروسس، مشكله العيان ده بيكون اساسا انبين، فدايما العيان ده للاسف ما بينزلش. بس لو نزل ولا تقلق ولا توتر اعصابك جدا، هتعمل ايه؟ نفس اللي قلنا جنرال اكزامينشن اهم حاجه تذكر الجوندس، ابدومينال اكزامينشن توصف اللي انت شايفه، سلمت الورقه المراقب وقلت السلام عليكم شيت لون كيس ولا حاجه. الممتحن هيسالك هتقول يا فندم عيان عنده جوندس وعنده بيتر ميجالي، فعنده ليفر افكشن، عنده ليفر سيلفيليا. تمام. طب يعني ليفر سيلفيليا تقول والله هيباتيتس بيحصل كذا، هيباتيتس سيلفيليا مانيفيستيشن بتاعتها. فهمت القصه فين؟ يعني انت بتوصف وبتجاوب على اللي بيتسال لك. طيب ايه الاسئله النظريه بتيجي؟ سهله جدا، انواع الهيباتيتس في الاطفال، الكوميونيكيشن بتاع الهيباتيك سيلفيليا، المانيفيستيشن بتاعت البورتال هايبرتنشن، انت كدكتوره ايه المانجمنت بتاعك. كلام سهل جدا وخط في بطن الاطفال. يعني انت لازم تتعودوا كده في الكلينيكال، لازم تتوقع السؤال اللي هيتسال لك قبل ما يتسال لك. لو توقعته مش هتفاجئ بيه في الامتحان، مش هتحس ان في مشكله. طيب يبقى ده ايه؟ ده رقم سيستم 2 ابدومينال اكزامينشن. ايه السيستم الثالث؟ طبعا 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 الجنرال. تمام. والجنرال ده فيه حاجات كتير خالص، خلينا نبداهم بكذا يعني اهم يعني مهم بعد كده الاقل اهميه. ايه اهم حاجه في الجنرال؟ طبعا طبعا الداون سندروم. الداون ده ممكن ينزل لكم جنرال، ينزل لكم ابدومين فيه هيباتوميجالي، ينزل لكم كاردياك لو في كونجيتال هارت ديزيز، ينزل لكم شيست لو في شيست انفكشن. تمام. فدايما الحاله اللونج بيحبوا يجيبوها داون. طب ليه بيحبوا يجيبوها داون؟ العين ده فيه كلام كتير، هيستوري بتاع العين ده كان شيست انفكشن وتحجز في قلب كذا مره. اكزامينشن بقى في جنرال اكزامينشن هتوصف فيه الهيد والنك والفيس، في كارد اكزامينشن هتوصف فيه كونجيتال هارت ديزيز، في الابدومينال اكزامينشن عنده هيباتوميجالي، وفي كمان شيست اكزامينشن عنده برونكونومونيا. يبقى اذا العيان ده عنده كذا حاجه، عنده كذا حاجه ممكن من خلالها تقدر تظبط العيان. يعني انت في كلام كتير ممكن يتقال. طيب انت دلوقتي مطلوب منك ايه في الاكزامينشن؟ مطلوب منك في الاكزامينشن بالظبط ان انت لما تيجي توصف انت وصفت. طيب الممتحن هيسالك في ايه؟ يسالك الممتحن في النظري بمنتهى الهدوء، يقول لك ايه انواع الداون سندروم،
ايه المانيفستيشن بتظهر عند داون سندروم في كل سيستم، هل عيان داون سندروم انت ايه الريسك اوف ريكارنس في البيجنس اللي جاي. ودي كلها اسئله حتى المحاضره اتجاوبت عليها بتاعت النظري بتاعتكم بمنتهى البساطه. طيب هل الداون ممكن يجي بيت سايد؟ اه ممكن يجي بيت سايد. هيجي ازاي؟ يجي لك بس كفي اس دي زي ما اتكلمنا، يجي لك بس كجنرال اكزامينشن، بيجي لك ان العيان بيت سايد اكزامينشن ولا جنرال اكزامينشن توصف الداون فيه. تمام، زي ما اتفقنا انت مش مخضوض، انت مسيستم نفسك. هنختصرهم في اخر المحاضره، هنقول في كل سيستم ايه الحالات اللي احنا قلناها طول طول المحاضره كلها طول الساوند كله، عشان في النهايه نختصرهم في النهايه ايه الحاجات اللي هتعملها انت نفسك بايديك. هتبقى انت تكتب الكتاب بتاعك، انت تكتب الشيت وتتوقع الاسئله اللي بتجيلك عليه. تمام، طيب ايه تاني في جنرال مهم جدا؟ مهم جدا، فكروا معايا كده، احنا قلنا داون، ايه تاني افتكروا في جنرال؟ ها، النفروتك سندروم. وما ادراك ما النفروتك سندروم؟ عيان النفروتك سندروم عنده ايه؟ عنده بافي اي، عنده ورم بإديمة، عنده اسايتس. تمام، يبقى اذا عيان النفروتك سندروم ده واحد من عينين برضه جميل جدا. ليه؟ ما فيهوش ديفرنشال دايجنوز، انت دخلت لقيت ان عيان عينيه منفخه ورجله منفخه وبطنه منفخه، ده عيان نفروتك سندروم. طيب يجي لك ايه نفروتك سندروم؟ يجي لك برضه حاله لونج، واحده من حالات اللونج اللي بيحبها الاصطفاد. ممكن يجي حاله شورت او بيت سايد، او ممكن يجي امتى؟ لو بيت سايد اكزامينشن ده، لو طلب لك بس جنرال اكزامينشن فتبدا تعلق على الإديمة. خلينا في اللونج ده اكتر حاجه بتيجي. طبعا النفروتك سندروم موضوع نظري بحت ومباشر. هيستوري الاموتو هيستوري، يقول لك الاول حاجه بدا يحصل سولينج في الاي، بعد كده سولينج في لور ليمب، بعد كده فروس يورين وهكذا. طيب الاكزامينشن طبعا الجنرال اكزامينشن بتشرح فيه كل جنرال اديما وتوصفها. لما تيجي توصف الاديما في اللور ليمب زي ما اتعودنا، تمام، ايه لور ليمب اديما، بايلات اللور ليمب اديما، بيتنج اديما، ابطونين نون تندر، كل الحاجات دي كلها انت بتوصف الاديما. تخش بقى على ايه؟ على الابدومن اكزامينشن. في الابدومن اكزامينشن بقى تبدا توصف بقى هل العين ده عنده هيباتس بينيميجر ولا لا. كويس، في الغالب عين المفروض ما عندوش هيباتس بينيميجر. طيب فالمتحدث بيسالك يا ابني الديفرنشال دايجنوز، والله يا فندم العيان جنرايزد اناساركا. طبعا ما تنساش في عين نفروتك ان انت تقيس الضغط، وخد بالكم من دي، لان قياس الضغط في حاله زي دي مهم جدا ان عشان تفرق بين النفروتك والنفرتك. طيب خلصت على الحاله، ايه الاسئله النظري؟ من اول حاجه في النفروتك اقول لك الدكتور ايه يا ابني دايجنوستيك كرايتيريا اوف نفروتك سندروم 1 2 3 4. طيب بعد ما تخلص الدايجنوستيك كرايتيريا اوف النفروتك سندروم، طيب تبدا تخش احنا ايه الكومبليكيشن ممكن تحصل عين النفروتك سندروم، ايه التريتمنت العين النفروتك سندروم بياخده. طيب وبعد كده تيجي ايه اسهل اهم حاجه تدور عليها في النفروتك سندروم؟ ابراد بشر. ليه؟ عشان تفرق بين نفرتك والنفروتك. فيبدا ايه نقول لك بقى، طب يعني ايه نفرتك؟ تمام، وايه الكرايتيريا بتاعت اكيوت بسستريبتوكوكال جومونوفرايتس، والتريتمنت اللي هتديها. فالممتحن بيحركك على حسب ما ايه. طبعا هو لو هو بيتكلم في النفرتك يقول لك انت قدامه مش جايب، هو هيروح لنفرتك. فعشان كده مهم جدا انت كل ما الممتحن يسالك كتير وانت بتجاوب، معناها ان انت ماشي في سكه ان شاء الله تاخد الفول مارك باذن الله. يبقى ده رقم 2 في الجنرال اكزامينشن. تمام، طيب رقم 3 في الجنرال اكزامينشن ايه؟ رقم 3 في الجنرال اكزامينشن الليمفادينوباسي. والليمفادينوباسي الامانه ما اعرفش انتوا خدتوها في الجنرال اكزامينشن ولا، بس انا ما شفتش محاضره ليكم. فلو خدتوها العيان الليمفادينوباسي ده عيان هو بيتكلم في اكتر في جزء الانفكشن، انت بتبدا تفحص الليمف نود في كل الريجن بتاع الليمف نود، بعد كده يبدا يكلمك في الكوزيس. قولوا لي اذا كانت هي خدتوها الليمفادينوباسي ليكم محاضره احنا ممكن نتكلم فيها يعني. تمام، النيورو بقى، فاحنا انت لغايه دلوقتي انت اول دفعه تشرحها نيورو. هل النيورو هينزل حالات اكزامينشن ولا لا؟ الله اعلم، محدش عنده خلفيه في النقطه دي. كويس، ممكن تسالوا اللجنه بتاعتكم اذا كان في حالات نيورو ما فيش حالات نيورو، لان ده هيفرق. ممكن نتكلم في نقطه نيورو وقت تاني، النيورو فيه ديسكشن كبير جدا. بس لحد دفعه خمسه اللي زمايلكم خمسه قليل، لان النيورو اساسا ما كانش عليهم في المرور وانتم ما مرتوش نيورو، فما اعرفش هل النيورو بقى هينزل لكم كلينيكال اكزام ولا لا. تمام، فده جنرال اكزامينشن ايه؟ الداون سندروم، نفرتك سندروم. في بقى حاجه في الجنرال اكزامينشن مهمه جدا، وده بالسؤال للامانه يعني يعتبر اسال سؤال اصعب سؤال في امتحان الكلينيكال. ايه اصعب سؤال فيه؟ نيوتريشنال اسيسمنت، نيوتريشنال اسيسمنت اوف ذا بيشنت. يعني نيوتريشنال اسيسمنت؟ يجيب لك عيان عنده مرسمس او عنده كوشيركل، يقول لك اعملوا نيوتريشنال اسيسمنت. السؤال ده صعوبته فيه ان الطلبه مش عارفه تعمل ايه. يعني فكره الطالب بيبقى عارف، يبقى عارف يقيس الويت والهايت والسيرهيد كونفرنس والميتش ارمس كونفرنس، كل ده بيبقى عارف، بس ما بيبقاش عارف هو يعمل ايه بالظبط. تمام، فعشان كده
لما يجي لك عيان عشان يعمل نيوتريشن بيشنت ومضمون منك ان انت تعمل نيوتريشن اسيسمنت، هتعمل ايه؟ هتبدأ من اول انتروبوليتيك ميجر، ويت، هايت، هيلث كونفرنس، ميد ارم كونفرنس، تمام؟ وبعد كده تبدأ تشوف الساين اوف مان نيوتريشن، سواء عين كان مرازمس او عين كان كواشيركو. في غالب عين الزرنك بيبقى عيان كواشيركو، ممكن اسمه مرازمس بس كومن كواشيركو. ليه كومن كواشيركو؟ عشان كواشيركو في ساينس كتير، بتبدأ من اول هير الفلكساين، وبعد كده نبكن درماتيتس، وبعد كده ساين اوف فيتامين ديفيشنسي اللي موجوده في الماوس، بعد كده دول فيشز، فحاجات كتير خالص بتوصف لك كواشيركو. فعشان كده لما يجي لك سؤال نيوتريشن اسيسمنت انت بتعمل حاجتين، رقم واحد بتعمل اوتوماتيك ميجر، رقم اثنين بتعمل نيوتريشن ساين او يعني ساين اوف مان نيوتريشن. كويس، ده الجنرال اكزامينشن. اخر حاجه بقى واخر سيستم والشيست، وده للامانه سيستم يعني في كده وممل قوي في موضوع الاكزامينشن، ان معظم العيان لو كح في اللجنه الفايندنج راحت. بس عموما انت عين الشيست دايما بيبقى عيان جالك عيان واضح. كويس، اشهر عيان بينزل لك في الشيست خلاص عيان لوبر نمونيا، والشيست في الغالب بتبقى حاله الشيست دي بتبقى حاله شورت، تمام؟ بيجي مكتوب لك شيست اكزامينشن، انت بتعمل انسبكشن بالبيشن بالكاشن اوسكالتيشن، ومهم قوي تركز على فكره اوسكالتيشن في عين الشيست اكزامينشن. طيب ببساطه خالص كده، انت عملت كل الفايندنج دي، عملت انسبكشن بالبيشن بالكاشن اوسكالتيشن، عملت انسبكشن بالبيشن بالكاشن اوسكالتيشن، مطلوب منك دياجنوز اسيت الشيست كلها، بتبقى اسئله ايه في نطاق ايه الكوز اوف بروبال نمونيا، الكورن تو ذا ايج، المانجمنت اللي تعملها عيان، وكوز اوف ريكرنت شيست انفكشن، فلازم تذكر فيها طبعا كوجيات هارت ديزيز كاهم حاجه، تمام؟ اسئله النظر بتاعت شيست هي اراوند الاسئله اللي هي بتبقى الدرس بتاع نمونيا، تذكره كويس، الاتيولوجي، الدياجنوزيس، المانجمنت، تمام؟ زي ما شفتوا كده الموضوع سهل مش صعب، هو بس انتوا طلبه اول ما تخشوا كلينيكال، وتقريبا ايام الكورونا طبعا ما كانش في اي كلينيكال ولا حاجه، فانتوا اتحسب عليكم انتوا خدتوا كلينيكال، للاسف انتوا ما خدتوش اي حاجه يعني، تمام؟ فاجمالا بقى انت هتعمل ايه دلوقتي؟ هتجيب كشكول كده نظيف كويس، وتجيب قلم الشيك الجميل، وتبدا اول حاجه كارد اكزامينشن، تمام؟ الفي اس دي هتشوف فيه انسبكشن بربيشن بركشن اوسكالتيشن، وتكتب من تحت من 5 لـ10 اسئله يتسالوا في الفي اس دي، الاسئله اللي اجابتها موجوده عندك في المحاضره بتاعتك اللي انت خدتها في الفي اس دي. تعمل نفس النظام في البي دي اي، نفس النظام في الفلت، نفس النظام في الميترال جيرج، نفس النظام في الاورتيك ستينوزيس. الخمسه دول يبقى انت كده 5 صفحات كتبت الشيت، وكتبت الاسئله النظري اللي ممكن تيجي على كل واحد فيهم، تمام كده؟ يبقى ده ايه؟ ده رقم واحد، ده الكارديك. تقلب بعد كده، بعدها تبدا تتكلم على الابدومين. في الابدومين تعمل ايه؟ تعمل الثلاسيميا. الثلاسيميا تبدا بقى تكتب الشيت بتاع الثلاسيميا، اسبكشن بربيشن بركشن اوسكالتيشن، تمام؟ اللي هو ايه السكيم بتاع الثلاسيميا. وتبدا في الاخر تبدا ايه؟ تبدا تكتب الاسئله بتاعه النظر احنا اتكلمنا عليها في الثلاسيميا. نفس القصه في الليفر افكشن، تبدا في الليفر الشيت بتاع الليفر، نفس القصه اسبكشن بربيشن بركشن اوسكالتيشن كابدومين اكزامينشن، في النهايه تكتب causes of hepatitis, manifestation of liver sulfuria, management of liver sulfuria. يبقى كده انت عندك صفحتين. تيجي رقم 3 system التالي general examination الداون. تكتب في الداون ايه؟ بمنتهى البساطة هتقول ايه general features بتاعت الداون، تمام؟ وايه common congenital anomalies with down. ودي بتبقى تجيب معاك اسئلة نظري، والاسئلة النظري تكتبها تحت types of down syndrome، ايه الكومبليكيشن مع عين الداون، ايه الريسك اوف ريكرنس في الداون. بعد كده تيجي تاني في تاني حاجه في الجنرال اكزاميشن نفروتيك سندروم. تبقى كده في جنرال فيتشرز عيان الاديما هتفحصه ازاي، والكومنت بتاع الاديما ازاي. بعد كده تكتب الاسئله النظري بتاعت النفروتيك سندروم اللي هي ايه، اللي هو ايه في النفروتيك في النفروتيك سندروم، ايه الاسئله النظري اللي هتيجي في النفروتيك سندروم زي ما قلنا. كرايتيريا، كلينيكال فيتشرز، دياجنوزيس، تريتمنت. ده النفروتيك سندروم. رقم 3 طبعا بيتكلم على ايه؟ تيشن اسيسمنت. لو جالك السؤال ده هتكتب تعرف ويت، هايت، هيلث كونفرنس، ميد ارمز كونفرنس، وبعد كده تكتب بعدها تكتب ايه؟ تكتب ساين اوف مال نيوتريشن. يبقى انت كده خلصت الورقه بتاعتك. تيجي بقى في اخر حاجه الشيست، اللوبر نمونيا. وعين اللوبر نمونيا تسمع على ايه؟ في الانسبكشن بربيشن بركشن اوسكالتيشن،
والاصيله النظري، الايتيولوجي، الدياجنوز، التريتمنت. يبقى انت كده الكشكول بتاعك عندك الشيتات بتاعت كل حاله، وانت ايه الاسئله اللي ممكن تسالها على كل حاله. بتبقى داخل الامتحان بتاعك، ليله الامتحان ما تبقاش محتار بقى، بتبدا تذاكر في 50 بي دي اف، انت بتطلع كل بي دي اف هي اجابات الاسئله اللي كتبتها دي وتذاكرها، فتلاقي نفسك الصبح رايح الامتحان انت جاهز، جاهز تعمل كل حاجه، ما تتوترش. او ما تدخل السؤال بتاع البيتسا الاكزامينشن هيودي لك على السيستم انت هتتحرك فيه، البيكشر بتاعت العيان اللي انت داخل عليها في اللونج كيس، سواء كان كونجنتال هارت، سواء كان ابدومينال اكزامينشن، سواء كان تشيست، سواء جنرال، انت ما نوش العيان هتشوف، تقدر تشخص لوحدك، فالموضوع سهل جدا. المهم ان انت ما تتوترش وتعمل اللي انت عارفه وحافظه. يلا ربنا يوفقكم وان شاء الله الدنيا خير. انا محاضره انكفالوبسي هحاول اخلصها، هحاول اخلصها لكم للامانه، بس الدنيا مكركبه شويه معانا الفتره دي، بس ان شاء الله الدنيا تبقى كويسه. يلا ربنا معاكم وربنا يوفقكم ان شاء الله، وكل سنه وانتم طيبين.